الآن افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان مكتب توثيق مدينة نصر الثالث الجديد بمجمع النيابات بشارع الأوتوستراد بمنطقة الجبل الأخضر، وهو المقر الرابع في مدينة نصر. هذا ويأتي افتتاح مكتب التوثيق ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها الوزارة، حيث أوضح وزير العدل أن سياسة الوزارة هي معالجة الزحام بافتتاح فروع جديدة في المناطق التي تشهد كثافة في التردد على مقار الشهر العقاري، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت، ويعمل المكتب وفق نظام الشباك الواحد لتوفير وقت وجهد المواطنين. صرح وزير الإسكان عاصم الجزار أن أول أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر هو مضاعفة مناطق العمران من 7% إلى 14%. وأضاف الجزار في كلمته خلال ندوة عن إدارة المشروعات الكبرى ذات البرامج الزمنية المحدودة أن مضاعفة العمران يأتي من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية وكل الأنشطة التي يحتاج إليها السكان، لافتاً أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة. أعلن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن هناك مشروعاً لاستراتيجية عربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وأوضح كومان في كلمته اليوم أمام الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة بتونس أن المجلس سينظر اليوم في إنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، مضيفاً أن الاستراتيجية تضمن إضافة نوعية في هياكل المجلس هي إنشاء وحدة للتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإرهاب ما يزال يشكل خطورة على دول المنطقة. بحث الرئيس العراقي برهوم صالح مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن ملف جرائم الإبادة الجماعية أداما ديانغ الحد من جرائم وانتهاكات التنظيمات الإرهابية ضد المواطنين. هذا وذكرت الرئاسة العراقية في بيان لها أنه تم خلال اللقاء تأكيد أهمية محاسبة المتورطين في الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة من خلال محاكم دولية لينالوا الجزاء العادل، كما تم استعراض سبل التعاون بين العراق والمنظمة الدولية في مجال توثيق الجرائم التي ارتكبتها عصابات تنظيم داعش الإرهابية، وكذلك حث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة للعوائل المتضررة. احتشد أكثر من 13,000 شخص على الحدود البرية بين تركيا واليونان، وذلك بعد أن أعلنت أنقرة رسمياً فتح حدودها الغربية أمام المهاجرين واللاجئين المتجهين إلى الاتحاد الأوروبي. هذا وذكرت منظمة الهجرة الدولية في بيان لها اليوم أنه بحلول مساء أمس لاحظ أفراد المنظمة العاملون على طول الحدود بين تركيا واليونان أن ما لا يقل عن 13,000 شخص احتشدوا عند نقاط العبور الحدودية الرسمية وغير الرسمية.